بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتورة هالة علي جمال الدين، استاذ امراض باطنه وسكر وغدد صماء بكليه الطب القصر العيني. وكنت عايزه اتكلم النهارده على السكر والحمل. انا بنصح كل النساء، لان هو اصلا لازم نعرف الاول ان في نوعين من السكر، هو الحامل اللي هي اصلا عندها سكر وعايزه تبقى حامل، او السكر اللي احنا بنكتشفه اثناء الحمل واحنا بنقول ان ده السكر حمل. اول حاجه احنا لما نيجي نتكلم هنتكلم على المريضه اللي هي عندها سكر وعايزه تحمل. لازم نعرف حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان انا لو حافظت على السكر بتاعي ومارست رياضة وحافظت على نظام الأكل طول حياتي، لأن دايما الحوامل بيسألونا إيه ده، هو أنا ما أقدرش أبقى حامل زي أي حد طبيعي؟ لأ، إحنا ممكن لو أنا حافظت على السكر بتاعي وحافظت على نظام الأكل ووظبت وتابعت مع الطبيب بتاعي إن السكر بتاعي يبقى مظبوط، يبقى كل مشاكل الحمل بتبقى زي أي واحدة تانية حامل ما عندهاش سكر. لكن هي المشكلة ان احنا ما بنلتزمش قوي. لكن اهم حاجة تانية لازم نعرفها، لو انا السكر بتاعي مش مظبوط وانا عايزة ابقى حامل وانا عيان السكر سواء النوع الاول او النوع التاني، المفروض ان انا اتابع مع الطبيب بتاعي، علشان لازم الهيموجلوبين التراكمي يبقى قبل معزم ان انا ابقى حامل ان هو يبقى ليه رقم معين، عشان اضمن ان الحمل يمر بسلام من غير مشاكل. فدي حاجة مهمة جدا لازم نعرفها. ثانيا، انا لو عايزة، انا مريضة سكر وعايزة ابقى حامل، لازم يبقى عندي جهاز سكر، ولازم اتعلم ان انا لازم اقيس السكر صايم وبعد الاكل بساعتين وقبل الاكل، لان انا اصلا هضطر حتى لو انا باخد اقراص ان انا هاخد انسولين، فعشان اظبط جرعه الانسولين هتعلم من الطبيب بتاعي ان انا ابتدي احلل وابتدي اظبط الجرعه على حسب السكر، لان اصلا لازم نبقى عارفين الثلاث اشهر الاولين في الحمل من اهم فتره ان انا اظبط السكر فيها، علشان اضمن سلامه طفلي اللي هو غالي قوي وسلامتي انا كأم، هاخد بالي من الطفل بتاعي. فالمفروض ان انا لازم اعرف الحكايه دي. لازم بعض النصايح للي هم ما عندهمش سكر، بس المشكله ان انا عندي ميل وراثي للسكر، عشان في قرابه درجه اولى عنده سكر، او ان انا عندي سمنه مفرطه، او ان انا مريضه ضغط، او ان انا عندي بعض الحاجات في الدهون، يبقى لازم اعمل حسابي ان ابقى عارفه ان انا بدور على السكر في اول زياره ليا اول ما ببقى بحامل، ولازم اعرف ان انا ممكن اتعرض ان انا يجيلي سكر حمل. ففي الاسبوع ال 24 لحد الاسبوع ال 28 ده الوقت اللي لازم ادور فيه سكر، لحسن اكون مصابه بسكر الحمل. ولازم نبقى عارفين العادات السيئه اللي احنا دايما بنبقى عارفينها، ان هو ايه، انا حامل ومعايا طفل فلازم اكل عشان فرضين. مفيش حاجه اسمها كده، انا المفروض ان انا التزم بنظام اكل وبنظام رياضه واتابع السكر بتاعي، علشان برضو زي ما انا بقول لسلامة الطفل ولسلامة الأم. لأن احنا لما بنيجي نتكلم ما بنتكلمش على سلامة الطفل فقط لا غير، أنا بتكلم على سلامة الأم كمان، لأن أصلا ممكن أن أنا يجي لي تسمم حمل، ممكن يبقى الطفل أنا ما يكملش الحمل وممكن أن هو أن يسقط، أو أن يبقى حجم الطفل كبير. كل ده مهم جدا لازم أعرفه. في حاجة كمان لازم أعرفها، أن سكر الحمل لا يعني على الإطلاق أن أنا أول ما أحمل أن السكر هيختفي. طبعا في نسبة كبيرة جدا السكر بيختفي، بس لازم على الأقل أن أنا
لو عندي ميل وراثي للسكر في درجة أولى سكر، يبقى لازم في الثلاث سنين يعني كل ثلاث سنين أدور إن أحسن يكون هيجيلي سكر، لأنه أصلاً لأن دي فترة مهمة جداً أن أنا ممكن أكتشف أن أنا عندي ما قبل السكر، وما قبل السكر دي من أحلى المراحل، أن أنا ممكن المرحلة الوحيدة اللي أقدر أمنع فيها السكر أن أنا ألتزم بنظام الأكل ونظام الرياضة، وأن أنا أخد بعض الأدوية اللي الطبيب يكتبها لي علشان أتحول من ما قبل السكر لست سليمة ما فيهاش سكر. وشكراً.